دردشة المساء كما قلت لكم غادي نتكلموا فيها على القرار الملكي القاضي بتخفيض ثمن تذاكر تنقلات المغاربة بالخارج نحو المغرب، سواء كانت التذاكر مرتبطة بالنقل البحري أو مرتبطة بالنقل الجوي. لأن واحد الوقيتة شنو طرا هو أن التذاكر ما عرفتش جشع الشركات أنهم بلهم أجواء غادي تطلق، مغاربة غادي يدخلوا، السياح غادي يدخلوا، خاصة المغاربة. أجي نغليو التذاكر، فوصلت التذاكر 3 ديال المليون آلي روتور ذهابا وإيابا، 4 ديال المليون ذهابا وإيابا. بالله عليك شكون اللي غادي يجي؟ اللي عنده 4 الوليدات وهو ومرتو هي 6، فين غادي يجي؟ بالله عليك دير ليه 1 مليون، شي دير ليه 1 مليون، شي 1 مليون. تخيل معايا واحد عائلة مكونة من 6 ديال الأفراد، فيها 4 ديال الوليدات وفيها الزوج وفيها الزوجة، 4 ديال الوليدات، ودرتي لها 1000، درتي لها مليون التذكرة آلي روتور، 6 المليون هذيك، 6 المليون واش غادي يجي؟ ما غاديش يجي بالناقص. هذيك 6 المليون غيخسرها تما في البلاد اللي هو فيها، ويدوز كونجي مخير، والعائلة يتواصل معها عبر الواتساب أبل فيديو وسالينا. فبالتالي ما عرفش الناس داك البعد، داك البعد الوطني ما كانش عندهم هاد الفيزا، ما كانش عندهم هذاك البعد الوطني في الرؤيه. لا تيشوفوا ان عندهم خسارات مرتبطه بكورونا منذ 2020 الى اجي ذهب نعوضوا على الخسائر. شكون شكون شكون؟ المواطن المغربي الجاليه المقيمه بالمغرب باش يدخلوا، اجي ما يمكنش. فتدخل الملك وبقوه، ومن مليون، جوج المليون، ثلاثة المليون، ربعة المليون، ولا التذاكر في حدود 3000 4000 درهم آلي روتور، ووصلت حتى 100 أورو آلي روتور، 94 أورو آلي روتور. ولأن هذا القرار الملكي طيح القيمة المالية بزاف ديال التذكرة، الحجوزات ما حبساتش، ما حبساتش. وإن شاء الله ننتظر هاد الصيف هذا، ان شاء الله غادي يكون واحد دخول كبير ديال الجاليه المغربيه لارض الوطن، لان اصلا الناس شي عامين ما دخلوش مع كورونا، مشتاقين لارضهم، مشتاقين لحبابهم، وجا القرار الملكي وشجعهم اكثر واكثر، في حين ان جشع الشركات خلاو المغاربه المقيمين بالخارج يقولوا بالنقص كاع حنا نمشيو لهاد المغرب لولا القرار الملكي. ولهذا سنناقش سفيان المرزوقي باحث متخصص في قضايا الجالية المغربية مباشرة من إسبانيا، اللي معنا الآن مباشرة من هناك. السلام عليكم سي سفيان. وعليكم السلام سيد حسين. الله يبارك فيك سي سفيان، كي داير لاباس عليك؟ بارك الله فيك، شكرا لك على الاستضافة ديالك، وشكرا للشركة اللي كتهتم بقضايا الجالية دائما تكون معنا في الحلقة. هذا واجب. كيف حالكم وأحوالكم في إسبانيا؟ هذا السؤال الأول، كيف حالكم وأحوالكم في إسبانيا مع الأزمة القائمة ما بين المغرب وإسبانيا؟ يا أخي الحسين، كنت بغيت نقول لك حنا جد سعداء بطبيعة الحال، حنا جد سعداء بقرار جلالة الملك نصره الله، ولكن طرات واحد الكارثة، طرات واحد الكارثة، جريمة قتل. نعم، جريمة قتل بشعة، وبغيت نبدا بها هاد اللقاء. تفضل كنا غادي نتكلموا عليها ولكن نبدا بها، ماشي مشكل. بارك الله فيك. كنبغي بعد اول شيء نوصل يعني القرحة ديال الجالية المغربية، يعني كنحسوا بواحد الالم كبير فظيع جدا. كاع الجالية يعني متألمة، وكلنا يعني كنقدموا يعني احر التعازي للاسرة ديال الفقيد. جانا يعني هذا الخبر هذا بحال الصاعقة، ترى يوم الاحد يعني تصرف عنصري يعني بمسدس، باش تعرفوا يعني هما قالوا بان السيد مختل عقليا. واش السيد حسين في نظرك اللي مختل عقليا غيتناقش مع واحد السيد وغيمشي للمنزل ديالو وغيغير الملابس ديالو وغيرجع يبحث عليه في المقهى فين كان جالس وهو مع الاسره ديالو، ويضرب طلقه في الفضاء وثلاثه طلقات ليه هو مباشره؟ واش هذا غيكون انسان مختل عقليا؟ يعني للاسف تم الاعتقال ديالو من طرف الشرطه بطبيعه الحال في نفس اللحظه، ولكن هذا الشيء هذا يعني يحز في نفسنا كجاليه. حتى ان هناك من يقول بانه تلفظ بكلمات عنصريه، قال بان نعم انتم المغاربه خصني نقتلكم، المغاربه خصكم تموتوا، انتم المغاربه. العباره هكا تودوس لوس موروس كاينين كيستار موردوس، موروس هنايا كيعيطوها المغاربه يعني المورو،
هذه هي الكلمه اللي كيناديو بها المغاربه. وقال بهذه الكلمه هذه todos los moros tienen que estar muertos، يعني كل المغاربه يجب ان يموتوا. هذا هي الكلمه اللي هذا ماشي مسطي، هذا ماشي مسطي، هذا عنده سبق الاصرار والترصد. هذا الاصرار والترصد، وهذا هذا سميتو الطغيان والجبروت. واش كيبان له الانسان يعني ضعيف حتى لهالدرجه انه يتعدى عليه بهالطريقه هذه؟ كانت اليوم مظاهره ديال الاخوان في مرسيا اللي كنساندوهم، وكنتمنى تكون مظاهره كذلك على الصعيد الاسباني كذلك، وبغينا حتى الاخوان ديالنا في المغرب يساندونا ويوقفوا لجنبنا، لان فعلا طبيعة الحال هذا دم مغربي لن يذهب هدرا، هذا دم مغربي فعلا يعني. وبالنسبه للموضوع ديال جلاله الملك نصر الله، طبيعة الحال جانا يعني في واحد الوقيته اللي كنا محتاجينه بزاف اخي الحسين. انا نقول لك اليوم اقتنيت التذكره ديالي الحمد لله. اليوم حنايا اسره كتكون من اب وام وجوج ديال الاطفال، عندي ابن يعني قل من سنتين، والابنه ديالي خدينا تذكره في احسن مكان ماشي لو كوست مع الرمز ديال البلاد الخطوط الملكيه المغربيه ب 394 ديال الاورو ذهابا وايابا. يا سلام، يعني كنا حلمنا بها في هذا التاريخ هذا. وكنشكروا جلاله الملك نصره الله من هنا جاليه كامله كتشكروا رمز البلاد. جميل. هو اللي كيوقف معنا كيوقف جنبنا. كنا فقدنا الامل لدرجه ان الابنه ديالي كنت كتقول لي بغيت نمشي للمغرب، كنقول لها تمشي نديك الجزر الكناري نديك، لا ما بغيتش، بغيت نمشي للمغرب. دائما كتقول بغيت نمشي للمغرب بابا، بغيت نمشي للمغرب بابا، وما كانش عندي جواب لهذا السؤال ديالها. غير هو كاين واحد المساله جاليه كامله باش عرفوني غادي نكون معكم اليوم طلبوها مني، هي ان جاليه متخوفه انها تدخل المغرب ويتم الغلق يعني بدون سابق انذار. فهذا واجب يعني على رقبتي انني نوصلو في هذا المنبر هذا. جاليه كامله كتقولها وكتقول حنا غادي للمغرب. الغلق بغير. الغلق من اي ناحيه؟ الغلق ديال الاجواء المغربيه، الغلق ديال 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 يعني تعليق الرحلات. تعليق الرحلات كما طرا يعني في اخر مره في 30 مارس، وبقاو يعني بزاف ديال وبالاخص لان كاين الدراسه رجوع للمدرسه بالاخص التلاميذ. كاين الناس اللي عندهم مشاريع السيد حسين كيخافوا عليها، لان كاين الناس اللي عندهم مشاريع كيخصهم يخلصوا الكرا ديالهم، كرا المنزل على الكرا نتاع المحل ديالو الا ما رجعش، يعني ما كاينش اللي يقابلوا ذاك المحل، ما كاينش اللي يخلص ليه الكرا ديالهم. يعني كاين واحد صعوبه خاكك، كاين اقبال كبير. اذا خويا سفيان باش نسولك، مدام الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج كلفاتك باش انك تطرح السؤال عبر مساء الخير يا مغرب، فباغي نسولك دابا، هما خايفين انهم يجيو للمغرب ويكون اغلاق ويتحبسوا في المغرب ارتباطا بكورونا بطبيعه الحال، ياك؟ فعلا سي حسين، فعلا هذا هو التخوف ديال الجاليه. انا تنوعدك بانه حنا غادي نتكلموا مع بروفيسور من اللجنه العلميه اللي تابعه لوزاره الصحه، غادي نتكلموا معاه وغادي نطرحوا عليه هذا السؤال، وغادي نعطيكم الجواب غدا ان شاء الله في مساء الخير يا مغرب. غدا ان شاء الله ونعطيكم جواب. الا قال لنا الامر راه مرتبط بجائحه كورونا والحالات اللي غادي تظهر ولا ما ظهرش، ولا تم يعني تم الانضباط والانسان خدا الحيطه والحذر ديالو ودار التباعد، وهذا اللي قالوا لنا غادي نقولوا لكم. انا اظن بان الامر مرتبط باش باحترام التدابير، من اللي يجيو الناس يكون احترام ديال التدابير. حنا ملتزمين. شوف سي حسين، حنا بغينا بلادنا تكون قدام دائما، حنا الفخر ديالنا راه خصك تعرف هذا القرار هذا ديال جلاله الملك راه عندنا اعتبار، راه كاين بعض المعادون للوطن هنايا في الخارج كانوا كيضحكوا، وراك عارفني على من كنهضر يعني، راك عارف الانفصاليين اللي كنهضر عليهم. كانوا كيضحكوا علينا وكانوا كيشمتوا فينا الوقيته فاش قال لك راه تخلى عليكم الوطن ديالكم، وحنا عمرنا يعني كان عندنا هذه القناعه تاع ان الوطن ديالنا غيتخلى علينا، بالعكس كنا دائما عندنا ثقه. بعثنا بزاف ديال الرسائل سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء عبر جميع القنوات ان صاحب الجلاله يدخلوا فعلا ما خيبناش، وكان القرار ديالو صارم والحمد لله. وواحد المساله بزاف ديال الناس سالوا قالوا ها هو فرض على الخطوط الملكيه المغربيه اش غادي يديروا مع يعني باقي الشركات، يعني هذا خص يكون عبيط الا فكر بهذه الطريقه هذه، لان فعلا راه بذكاء هو فرض على رمز البلاد الخطوط الملكيه المغربيه. صح. احسن ما كاين في البلاد. صح. كيفاش انا غادي نقطع مع واحد لوكوست مثلا ولا عندي يعني واخا دابا حتى يهبطوا لي يعني التذكره 50 الاورو راه ما غناخذش معاهم طبيعه. صح صح يعني شوف سفيان جوابك ذكي
فما كاين علاش تطرح هذا السؤال اش نديروا مع الشركه؟ ترى رخص لك لا رام وسير لا رام، علاش تبقى تقلب على شركه اخرى؟ سير لا رام. الحمد لله غادي نمشيو بعزنا وكرامتنا، وهذا يعني احنا عارفين بان باش يتاخذ هذا القرار السي حسين بالضبط في هذه الظرفيه هذه راه تحطات فلوس كثيره يعني من الدوله باش الجاليه تقدر تجي وتشوف الاهل ديالها، يعني راه كاين استثمار بان الجاليه تجي، وهذا يعني فوق راسنا ويبقى دائما فوق راسنا، عمرنا غنساوها كجاليه مقيمه في الخارج ان شاء الله. مرحبا بكم اخويا سفيان وطريق السلامه ان شاء الله، وحتى انه باش ما تكونش مشاكل راي تفتح معبر اخر للمرور عبر البرتغال. جميل جدا، اذا عبر ايطاليا عبر فرنسا وعبر البرتغال. تادي باب يعني بشرات خير البارح، يعني في اخر ساعات الليل سقنا الاخبار وفرحنا كذلك، فرحنا واخا هكا انا فضلت يعني من لقيت يعني ما نكذبش عليك لقيت الخطوط الملكيه المغربيه رمز البلاد. غادي نمشي يعني عارف راسي انا نهار كنركب في الخطوط الملكيه المغربيه كنحس براسي بحال راني في المغرب، من اللي حبيت رجلي هنايا في المطار كان كيكون تعامل جيد جدا، كيستقبلونا يعني استقبال حار، وان شاء الله باذن الله راه داخل المغرب هذه السنه هذه غادي نزورو الان، والحياه والممات هذه ما عرفناش شحال غادي نعيشوا مازال، يعني ما غاديش نضيعوا حتى شي ثانيه من حياتنا وما نقدر نجيوش نقضيوها مع الاسر ديالنا. ستيل حسين بغيت نقول لك واحد الحاجه. تفضل. بسم الله العلي العظيم كنبقاو كنبروغراميو على اننا مثلا غيجي الصيف وغادي نمشيو نديروا واحد الاسبوع مثلا في واحد الجزر ولا نشوفوا شي بلاصه ولا نسافروا نشوفوا شي بحر، والله العظيم ستيل حسين كيجي 22 شهر 6 الوليدات كيشدوا العطله كيبدا كيبان لنا غير المغرب. نعم سبحان الله. واخويا راه الانتماء، راه الانتماء يا اخي. الحمد لله. انت مغربي. اللهم لك الحمد والشكر، هو غيركم ما جاش هذا الخبر هذا اللي مؤسف جدا لنا اسبانيا وجاليه في اوروبا كامله، ونقول لك راه يلاه طرات في بلجيكا مؤخرا طرات في كندا، يعني هذا الشيء هذا خص يتحط النقط على الحروف، لان فعلا كان ديجا عندي واحد الحوار مع السيد ابراهيم ليتوس باحث في مركز الابحاث ببلجيكا على هذا الموضوع هذا، تحياتي ليه من هذا المنبر، وكان قال واحد الكلمه ان هذا نوع من الارهاب جديد اللي خص جميع الدول تطرق ليه وتعالجه، لان فعلا بلا ما يكذبوا علينا وبلا ما يكذبوا على رؤوسهم ويقول لك لا مختل عقليا ولا حتى شي حاجه، هذا نوع من التطرف اللي هو متعلق بالاسلاموفوبيا، خاصه يتعالج ويتعالج من الجذور ديالو باش نعيشوا في سلام، حنا ما بغيناش شي حاجه اكثر من اننا نعيشوا في سلام، سواء في هذه ارض الله الواسعه وحنا رزقنا عيط لينا في هذه الدول هذه وكنعيشوا فيها يعني مدة سنين، انا عندي مثلا 16 سنه هنايا في اسبانيا، رزقنا عيط لينا هنا وعندنا وليداتنا هنا تزادوا وكبروا هنا، هادشي علاش يعني خصهم يحترمونا، ما كان اديو حتى شي واحد، الا كانت خلافات يعني ما بين الدول حنايا شنو هو الذنب ديالنا؟ حنا ما عندنا حتى شي ذنب، حنا بطبيعه الحال حنا يعني جاليه كتعيش هنا مستقره وفي سلام، وكنحاولوا دائما يعني الا جيتي تشوف غير الضمان الاجتماعي غتلقى اول جاليه كتساهم في نظام الضمان الاجتماعي في اسبانيا هي الجاليه المغربيه وهما كيعترفوا بها وبالارض، فشويه ديال الاحترام وهذا الشيء اللي كاين، حنا بغينا غير التعايش في سلام ان شاء الله. شكرا لك سفيان المرزوقي. سفيان مارش كنت باغي نقول سفيان مارش كنت باغي نقول خويا سفيان، شكرا لك زعما شكرا مع سفيان. شكرا لك خويا سفيان المرزوقي، وتنتمنوا لك عوده ميمونه ان شاء الله انت والعائله ديالك وكل الجاليه المغربيه، الحمد لله راه الحجوزات كثيره وغاده وتستمر ان شاء الله، وتنتمنى لكل الجاليه المغربيه عوده ميمونه. تفضل. واحد المعلومه بغيت نقولها من هنا، تفضل. بزاف ديال الاخوان كيوقعوا في واحد المغالطه وكيقول لك راه التذاكر غاليه ماشي هذاك هو الثمن ديالها، شنو المشكل؟ فاش كيمشيو يقطعوا، حيت انا طحت في هذا الامر هذا وعرفت نتعامل معاه، فاش كيمشي يقطع الاخ ولا الاخت كيديروا ذهب فقط ما كيديروش ذهب واياب، والا ما درتيش ذهب واياب ما كيطبقش لك ذاك البروموسيون اللي دايرين ديال التخفيض. نعم نعم، اذا خصهم يديروا ذهب واياب. قالي روتو نعم من داك التنزيل من الثمن، والا خرج لهم الثمن ماشي هو داك يعاودوا يحاولوا مره اخرى، لان فعلا بعض المرات كيوقع اخطاء، كتوقع اخطاء غير عاود جرب مره اخرى، وانا اليوم كناكد لك بانني خديت التذكره ديالي 394 ديال الاورو ذهاب واياب، اربعه ديال الافراد ديال الاسره ديالي. جميل جميل، الحمد لله الحمد لله على الالتفاته الملكيه والقرار الملكي. الحمد لله. شكرا جلاله الملك محمد السادس وشكرا بزاف والحمد لله، يعني هذا هو الامنيه ديالنا كانت هي نرجعوا نشوفوا ان شاء الله ديالنا. ومرحبا بكم في بلادكم وبين اخوانكم واخواتكم. شكرا لك سفيان المرزوقي من اسبانيا، شكرا جزيلا على 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 المشاركه ديالك وكل هذه التوضيحات، وعزاؤنا واحد ترفعوا لعائله يونس اظن الشاب اللي تقتل
في اسبانيا. يونس عزائنا من شادة تيفي لكم كامل العائلة ديال يونس أظن برصاص غادر قتل. تكلم معاه كما حكيت لكم حسب ما قرينا في الرواية بأنه مغربي مع العائلة ديالو مريح في قهوة، الزوجة ديالو هذا مريح في قهوة وإسباني مريح في نفس القهوة، جاء اللي تخدم الزبناء سربة المغربي الإسباني قال لي على السربيتي هو الأول، طلع ليه الدم بدا تيعير وقال لهم المغاربة خصكم تموتوا، خص كاع المغاربة اللي كاين في إسبانيا يموتوا. فما يمكنش، هذه ألفاظ عنصرية، يعني هذا السيد يعي ما يقول، ألفاظ عنصرية. مشى للدار وبدل حوايجه، فين كان مسطي؟ قالوا مسطي، إوا هو مشى حتى للدار، مالو فين كان؟ عقله كان حاضر، بدل حوايجه، عقله كان حاضر، هز الفردي، عقله كان حاضر، جا لنفس القهوة، عقله كان حاضر، تيرة، عقله كان حاضر. على أي دماء المغربي لن تذهب السودان، لن تذهب السودان، دماء هذا المغربي لن تذهب السودان ولن تذهب هدرا أبدا. هي قضيتنا جميع، أخونا هذا اللي تقتل غدرا في إسبانيا لا للعنصرية. ياك إسبانيا تتحدث عن العنصرية وتقول بأنها دولة الديمقراطية ودولة التعايش ودولة السلم ودولة السلام ودولة المحبة ودولة معرشنا، هو يلا ما تقولوش لينا مسطي، تقولش يا راه مسطي، ها اللي مسطي الزفردي بدا يقتل، مالو ما قتل اسباني، مالو ما قتل شي واحد في الطريق ملي كان جاي من دارو، مالو علاش؟ عارف شنو تيدير وعارف من يستهدف، عنده هدف وجاي ليه، راه مشى للدار كما قال لنا دابا سفيان المرزوقي، راه مشى للدار عنده هدف، هدف هو داك المغربي اللي في ديك القهوه، فين كان عقله حاضر ماشي مسطي، عاقل على القهوة وجا نفس القهوة ونفس الشخص وتيرا في نفس، ما تقولوش لينا مسطي. على أين يجب أن يفتح تحقيق ويجب أن نقف في الأمر ويجب أن نقول لإسبانيا إذا كنت ترعين السلام يجب أن ترعي في هذه القضية، هذه ترعين التعايش يجب أن ترعي في هذه القضية هذه. على أين الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا في نفس المنطقة موريسيا أظن فين تقتل الشاب المغربي، خرجوا داروا وقفة احتجاجية والغضب يتملكهم بخصوص هاد الجريمة البشعة. نشوفوا الفيديو ديال خرجة المغاربة هناك. إلا ضربتو غتوليو هاجمين، موتو خذ السلاح، حنا ماشي إرهابيين. يونس مات بالراسيزم، ما عندي حتى مشكل معاه، يونس ضحى قلت هما غتموتو إلا ما هضرتش عليهم، بينهم وبين المغرب يفكوها بينهم والمغرب حنا اللي عندنا حقوقنا، ما تضيعوش حقكم يونس، مشى ما بغيت تروح فيكم انت، ما غنمشيش ان شاء الله، يونس توا فيكم ما غيردو، ما تضيعوش حق يونس، ما تضيعوش يلا نترك المجال للتحقيق، نترك المجال للنزاهة، نترك المجال لدولة القانون والحق والديمقراطية إسبانيا، نشوفوا شادير في هذا الملف هذا.